اروح مع حضراتكم لصالح جمعه. صالح جمعه لاعب النادي الاسماعيلي الحالي كان ليه تصريحات قال فيها انه تلقى دعم كبير جدا 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 قبل ما يرحل عن النادي الاهلي. مسؤولي الاهلي ما تدخلوش في مستقبله وما تكلموش معاه في اللعب لنادي الزمالك، فقط قالوا له احنا بنحبك وبيتك مفتوح في اي وقت. صالح جمعه بيقول انا بالتاكيد حلمي ان انا ارجع للنادي الاهلي. في فوارق كبيره جدا ما بين النادي الاهلي وباقي انديه الدوري. الزمالك فوضني في فترات كتيره جدا لما كنت في النادي الاهلي، وبعد رحيلي وعبد الله جمعه كان بيطلب مني كتير ان انا انضم لنادي الزمالك، ولكن كان امر صعب جدا ان انا انتقل من النادي الاهلي لنادي الزمالك. وبيقول انتظروا صالح جديد الموسم المقبل. الحقيقه ان انا يعني مش هتكلم عن اي حاجه خالص، ومش هيكون لي اي تعليق تماما على موضوع الاهلي ولا على نادي الزمالك. الحقيقه انه صالح جمعه لاعب مميز ومتالق وجيد ويمتلك من المهارات والامكانيات وتغيير شكل الملعب بطريقه يعني الحقيقه يعني مش محتاجين نتكلم عليها ابدا، مش محتاجين نتكلم عليها ابدا. ومشاركاته مع النادي الاهلي ومع النادي الاسماعيلي حتى لو ما كانتش يعني ممتده او طويله خلال الفترات اللي فاتت، ويمكن نادي الاسماعيلي افتقد خدمات صالح جمعه خلال الموسم اللي فات، وهو اكتر لاعب عارف الكلام ده، وبلاش نتكلم في تفاصيل. النادي الاسماعيلي اتاثر بعدم وجود لاعب من لعيبته الاساسيين زي صالح جمعه لانه لاعب اختار ده، اختار ده ليه وللنادي. عشان كده انا مش هتكلم على اي حاجه خالص، وهتوقف عند اخر سطر في تصريحاته هو الراجل قالها، بيقول انتظروا صالح خلال الموسم القادم بشكل جديد مع النادي الاسماعيلي، والحقيقه ان كل جماهير الكره المصريه بتتمنى ده من لاعب عنده امكانيات وعنده مهارات ولسه صغير في السن ولسه عنده كتير. عايز بقى او مش عايز، الحقيقه دي بترجع للاعب نفسه، وبنتمنى لكل اللعيبه كل التوفيق.